السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على الدرس ديال لي فالور دي طون دو ريسي. غنشرح لكم هذا الدرس هذا، غنديروا فيه امثله وفي نفس الوقت غنديروا تمارين. هذا الدرس هذا درته خصيصا لواحد البنت نسيت على الاسم ديالها، فيما كنت كنلوح شي فيديو كتقول لي في لي كومونتير استاذه لو طون دو ريسي، استاذه عافاك شرحي لينا الدرس، حيت عندهم في الفرض. وانا دائما اي واحد كيقرا واي واحد كيانسيستي على شي حاجه كنعرفو باغي يقرا وما صالش اللي عونو، حتى انا داكشي علاش قررت كنحاول لو ماكسيموم نقرا لي كومونتير وكنشوف الحاجه اللي احتاجيتوها واللي عليها الطلب بزاف واللي باغينها كنديرها ليكم، واخا ما كيكونش عندي الوقت وكنزاحم حتى انا مع الخدمه، مي ماشي مشكل، حنا كاملين كنتعاونوا مع بعضياتنا باش كلشي ينجح. والاهم من هادشي كامل انكم تفرحوا الوالدين ديالكم بنقاط اللي هي مزيانه، هذا هو الرباح ديالنا. نبداو على بركه الله الدرس ديالنا. Les temps du récit les plus employés sont le passé simple et l'imparfait. ملي كنسمعوا لي طون دو ريسي كاينين بزاف، ولكن المهمين والمستعملين بزاف والمتداولين بزاف هما لو باسي سامبل اي لامبارفي. Chacun d'eux exprime un certain nombre de valeurs. كل واحد من هاد الازمنه اللي هو لو باسي سامبل ولامبارفي عنده دي فالور، عنده استعمالات ديالو محدده. ملي كنقولوا لو باسي سامبل ما عندوش استعمال واحد، عنده عده استعمالات. ملي كنقولوا لامبارفي، لامبارفي حتى هو كنستعملوه على هاد الحاجه وعلى هاد الحاجه وعلى هاد الحاجه، يعني غنعرفوا الدور ديال لو باسي سامبل والدور ديال لامبارفي. نبداو على بركه الله بالدور ديال لو باسي سامبل. أول فالور ديال لو باسي سامبل هي اكسيون كورت اي اشوفي. كنستعملوا الباسي سامبل ملي كنبغيو نهضروا على واحد الحاجه اللي درناها، واحد العمل اللي دار في واحد المده اللي هي قصيره، كورت دار بالزربه، اي اشوفي وكملناه، يعني كملنا داك الشيء اللي درنا في هذيك المده صغيره. مثلا نديروا مثال ايل فيرسا لو تي، كب اتاي، واش اتاي غنبقاو فيه ساعه وحنا كنكبوا كويز ديال اتاي بالزربه كبيناه، يعني واحد الحاجه واحد العمل اللي درناه اللي هو كورت و وسالة في نفس الوقت اشوفي، يعني عمل اللي هو قصير وكامل. ندوزو القيمة الثانية ديال لو باسي سامبل او الاستعمال الثاني ديال لو باسي سامبل، فالور دو سوكسيسيفيتي، يعني كنبغيو نهضرو على شي حاجة اللي درناها بالتتابع. نديرو مثال باش تفهمو مزيان، إيل غونطخا، دخل، فيرما لابوغت، سد الباب، إي أون لوفا سي شوسيغ وحيد صباطو، يعني مثلا دخلتو نتوما للدار، هذا هو هادي هي الحاجة الأولى، الحاجة اللي من وراها، ملي دخلتو للدار سديتو الباب، الحاجة الأخرى حيدتو صباطكم مشيتو ديك الساعة تاكلو ولا أش ديرو. المهم هادو ثلاثة ديال الحوايج اللي جاو بالتتابع، سوكسيسيفيتي يعني التتابع. فالور دو سيميلتانييتي، يعني القيمة الثالثة ديال الباسي سامبل أننا كنبغيو نهضرو على شي حاجة اللي درناها يعني سيميلتانييتي بالتزامن، يعني حاجة جوج حوايج درناهم دقة واحدة، بحال مثلا إيل شونطا إي دونسي، يعني كيغني وكيشطح في نفس الوقت، يعني جوج ديال الأفعال في زمان واحد، يعني جوج ديال الأفعال في دقة واحدة، كتغني وفي نفس الوقت كتشطح. هذا هو الفالور الثالثة ديال لو باسي سامبل. قلنا كاين أكسيون كورت إي أشوفي، درتي واحد الحاجة في مدة قصيرة وكملتيها، فالور دو سيكسيسيفيتي يعني درتي بزاف ديال الحوايج بالتتابع، فالور دو سيميلتانييتي يعني درتي جوج ديال الحوايج في نفس الوقت، يعني جوج ديال لي زاكسيون في نفس الوقت، حاجة كتغني وكتشطح. عقلوا على هادي مزيان. ولكن الباسي سامبل عنده واحد الفالور اللي هي مهمه 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 من هادو بثلاثه اللي قلنا دابا، واللي هادو تا هما ضروري تعقلوا عليهم بيان سور. الفالور المهمه ديال هاد لو باسي سامبل هي فالور ناراتيف. الفالور ناراتيف القيمه ديال الباسي سامبل كنستعملوه ملي كنبغيو نرويو، ملي كنبغيو نحكيو، ملي كنبغيو نعاودو. سي لا فالور برينسيبال، يعني القيمه ولا الاستعمال الرئيسي ديال لو باسي سامبل هو مني كنبغي نهضر، مني كنبغي نروي، مني كنبغي نعاود، يعني فالور ناراتيف. فالور ناراتيف هي لا فالور برينسيبال ديال لو باسي سامبل. وعندنا هاد لي زوتر فالور اللي شفتو دابا. ندوزو دابا باش نخدمو واحد ليكزيرسيس في هاد الجزء هذا اللي خاص بالباسي سامبل باش هاكا توضح لكم الامور، ابخي عاد ندوزو لامبارفي. ليكزيرسيس ديالنا كيقول لنا بلا عندنا الجمل، وهاد الجمل غنحدو الفالور اللي كاينه ديال الباسي سامبل في كل جمله بالضبط. اول جمله عندنا جو ديجوني سول، يعني فطرت بوحدي،
اي جو بارتي على ليكول ومشيت للمدرسه. اول حاجه درت اشنو هي؟ انني فطرت، والحاجه الثانيه انني مشيت للمدرسه، يعني درت حدث ومن بعد درت حدث واحد اخر، يعني بالتتابع. يعني الفالور اللي عندي هنايا هي فالور دو لا سوكسيسيفيتي، ديال التتابع. نشوفوا الجمله الثانيه ديالنا. يعني الجمله الاولى عندنا فالور دو سوكسيسيفيتي ديال التتابع، درنا جوج ديال الحوايج متابعين، اول حاجه فطرت، ثاني حاجه مشيت ليكول. لا نوي لا ميزون غوطون با دون لو سيلونس، يعني في الليل الدار عاود رجعات الهدوء، يعني صافي من واحد كيسد عليه البيت ديالو كاين لا صداع لا والو. يعني هنا في جوج عندنا اكسيون كورت اي اشيفي. الجملة الثالثة طونير غروندا إلي كير زيبغا لو سيل، يعني الرعد ضرب ودار السماء. هنايا عندنا تاني جوج ديال الحوايج دقة وحدة، يعني الرعد ضرب وداك الضو ديالو عمر السماء في نفس اللحظة. إذا هنا عندنا فالور دو سيميلتانييتي. لا فخاز الرابعة إيل مارشا أن طون غونكونترا كيلكو زامي إي غونترا دورميغ شي لوي. أول حاجة إيل مارشا أن طون، يعني بقى كيمشي لواحد المدة. مني كان كيمشي تلاقى مع بعض الاصدقاء، مني تلاقى مع بعض الاصدقاء صافي رجع للدار ونعس. يعني هنا عندنا ثلاثه ديال الاحداث، يعني لا فالور اللي عندنا هي فالور دو سوكسيسيفيتي ديال التتابع. خرج كيتمشى تلاقى مع الاصدقاء ورجع للدار باش ينعس. اذا هنا غادي نكتبوا فالور دو سوكسيسيفيتي. La phrase la khamsa, il voyagea durant des années à l'étranger pour des affaires. كان كيسافر يعني السنين هو كيسافر لبرا باش هاكو على قبل لي زافير ديالو، على قبل المشاريع ديالو. هنا عندنا لا فالور، هنايا فالور ناراتيف قلنا اللي هي لا فالور برينسيبال ديال لو باسي سامبل. هنا كيعاود لينا بالله كان كيمشي سنين واعوام وهو كيمشي لبرا على قبل المشاريع ديالو. نفس الشيء بالنسبه لا فراز السادسه، إيل غونطخا دير لون فواياج، جا من واحد السفر اللي هو كبير. هنا ما عندناش شي حاجه اللي هي قصيره ومنتهيه، وما عندناش تتابع ديال الاحداث، وما عندناش جوج حوايج في نفس اللحظه. يعني هنا كيروي لينا كيحكي لينا، يعني هنا عندنا الحكي. علاش داكشي علاش غادي نقولوا في لافخاز الخامسه ولافخاز السادسه بلا لا فالور اللي كاينه هي فالور ناراتيف. هذا هو الجزء الاول ديال هاد الدرس هذا اللي فيه الباسي سامبل ولي فالور ديالو الاستعمالات ديالو. شفنا اكسيون كورت اي اشوفي، فالور دو سوكسيسيفيتي، فالور دو سيمولتانيتي، وقلنا الفالور برينسيبال هي فالور ناراتيف، ودرنا هاد ليكزيرسيس هذا باش هاكا ترسخ لكم هاد المعلومات هادي. ندوزو دابا باش نشوفو لامبارفي ولي فالور ديالو، نديرو واحد التمرين خفيف ظريف مع لامبارفي. ونتمنى كلشي 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 كليكي على جام، والناس اللي باقا ما مفعلاش زير الجرس تفعلو باش يوصلكم اي جديد. ومرحبا بالاقتراحات ديالكم، ومرحبا بلي كومونتير ديالكم سوا زوينين سوا خايبين. اول فالور ديال لامبارفي هي هادي اكسيون لونغ اي اناشيفي، واحد لاكسيون واحد الحاجه اللي خدت واحد المده اللي هي طويله وغير مكتمله. اناشيفي ما كملناهاش، غير مكتمله ما كملاتش. نشوفوا امثله. لا بلوي طومبي، الشتا كانت كتصب، يعني الشتا مني كانت كتصب خدت واحد المده اللي هي طويله باش صبات. او فرابي على بورت، شي واحد اللي بقى كيدوق في الباب، حتى هو واحد الحاجه اللي خدت واحد المده اللي هي طويله وما كتملاش، يعني ماشي شي واحد غيبات غيبقى كيدق يدق 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 يدق، لا يعني غياخذ واحد المده طويله وهو كيدق حتى غيتحل لي الباب وغيسالي عندنا لاكسيون. داكشي علاش كنقولوا اين اشوفي غير مكتمل. ملي كنقولوا لا بلوي طومبي، يعني راه ماشي بقات كتصب المده ديال ما عرفت شحال، يعني بقات كتصب لواحد المده اللي هي طويله واللي ضروري غادي توقف. فالور ديسكريبتيف، القيمه ديال الوصف، وهذه هي القيمه اللي معروفه عند الاغلبيه ديالكم ان لامبارفي كنستعملوه ملي كنبغيو نديرو لا ديسكريبسيون، كنبغيو نديرو الوصف. نشوفوا مثال. الاي تي بيل اي افي دي بوزيو، كانت زوينه وعندها واحد العينين اللي هما واعرين. فالور دابيتود، كنبغيو نهضروا على شي حاجه اللي كنديروها كل نهار، كل نهار يعني شاك جور كدير واحد العاده. هنا ملي كتبغي تتعاود لي على شي حاجه اللي كديرها كل نهار كتصرف لو فيغ في لا بارفي. شاك جور إل سو لوفي أ 6 أور، كل نهار كيفيق مع 6 ديال الصباح، شي كيبقى كل نهار ما كيتبدلش. كنقولوا بأن هاد الجمله القيمه ديال لامبارفي اللي فيها هي لابيتود. وملي كيكون كيوصف لينا شي حد لا ديسكريبسيون، وملي كنكونو درنا واحد لاكسيون اللي هي طويله وما كملاتش كنقولوا اكسيون لونغ اي ايناشيفي. ندوزو دابا باش نديرو واحد ليكزيرسيس خفيف ظريف باش توضح لكم الصوره.
اول جمله عندنا لا بلوي فرابي او فيتر، يعني الشتا بقات كت مني كانت الشتا كتصب، يعني كانت كتخبط لينا في الشراجم ديالنا في النوافذ. يعني هنا عندنا واحد لاكسيون اللي هي لونغ، الشتا كانت كتصب لواحد المده اللي هي طويله. ثاني حاجه غتوقف هاد الشهاده، يعني هنا عندنا واحد الحدث اللي كان خاد واحد المده طويله وما كتملش، يعني غنكتبوا اكسيون لونغ اي ان اشيفي. الجمله الثانيه ديالنا مون بير سو لوفي توجور لو برومي، بابا ديما كيفيق هو الاول. هنا عندنا ان الاب ديالي يعني اليوم كيفيق هو الاول، البارح فاق هو الاول، والبارح فاق هو الاول، كاع الايام اللي فاتت الاب ديالي كيفيق هو الاول. اذا الجمله اللي عندنا هنايا القيمه ديالها هي دابيتود، العاده ديال الاب انه كيفيق هو الاول. اذا هنا غادي نكتبوا فالور دابيتود. الجمله الثالثه والاخيره، elle était certes plus amusante plus gaie ses yeux mobiles reflétaient une âme d'enfant. قالك اكيد انها كانت مريحه بزاف، كانت مبهجه، والعينين ديالها يعني كيعكسوا داك الروح ديال الاطفال. هنا كيوصفوا لنا في واحد السيده اللي كيقول لك هي مريحه ضحوكيه عينيها زوينين وداكشي وعندها الروح ديال الاطفال. هنا عندنا لا ديسكريبسيون، اذا غادي نكتبوا هنا فالور ديسكريبتيف، يعني الجمله اللي عندي هنا القيمه ديال لامبارفي والاستعمال ديال لامبارفي تستعمل باش يدير لنا الوصف، غادي نكتبوا فالور ديسكريبتيف. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو، عقلوا لي طون دو ريسي المهمين فيهم هو لو باسي سامبل و لامبارفي. لو باسي سامبل عنده الفالور برينسيبال ديالو، الاستعمال الرئيسي ديالو هو ناراتيف، كنستعملو باش كنديرو نبغيو نعاودو على شي حاجه، وعندنا ثلاثه ديال الاستعمالات وحدين اخرين اللي شفتو. لامبارفي كنستعملوه ملي كنبغيو نهضروا كنبغيو نوصفوا شي حاجه، ولا كنبغيو نهضروا على شي عاده كنديروها كل نهار، او ملي كنبغيو نهضروا على شي حاجه اللي درناها وخدت واحد المده طويله وما كملاتش. الى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده.